بحث وفد من غرفة إخاذة وإيواء النازحين مع إدارة قضاء خانقين سبل إنشاء وحدات سكنية للنازحين وتوفير سلات غذائية لهم والإسراع في توزيع منحة المليون دينار عليهم. وفد إغاثة النازحين أشاد بجهود إدارة خانقين في مد يد العون للنازحين الذين لجأوا للمدينة عقب تردي الأوضاع الأمنية في مناطقهم. بهدف تحسين أحوال النازحين الذين هربوا من المناطق الساخنة جراء اعتداءات داعش الإرهابية، زار وفد من غرفة عملية إغاثة وإيواء النازحين زاروا مدينة خانقين والتقوا بالسيد محمد ملا حسن قائم مقام قضاء خانقين، وتم مناقشة آلية بناء 1000 وحدة سكنية في خانقين لإيواء العوائل النازحة، إضافة إلى توفير 5000 سلة غذائية وتسريع عملية صرف منحة المليون دينار. ابتداء احنا زيارتنا لقضاء خانقين للوقوف على كل المشاكل وكل العقبات، وان شاء الله ما كنا نحلها، لان احنا مخولين من الحكومه الاتحاديه ومن حكومه اقليم كردستان بحل كل المشاكل. وهدف الرئيسي للزياره انشاء معسكر ومخيم عفوا للنازحين يتكون من 1000 وحده سكنيه متكامله من خدمات وبنى تحتيه الى مدارس الى مركز شرطه الى جامع الى مستوصف الى باب نظام، يعني يوفر حياه كريمة بسيطة لحين انتهاء الأزمة الأمنية والكل إن شاء الله يرجع البيت، ويبقى هذا المعسكر تحت تصرف الحكومة المحلية إن شاء الله تستثمره بشيء إيجابي يعني مستقبلا. ناقشنا موضوع السلة الغذائية وإن شاء الله حنحاول نوفر لهم يعني بحدود 5000 سلة مؤقتا، وإن شاء الله نعززها بوجبات أخرى. وموضوع المنحة المليون إن شاء الله مستمر، وحنعززهم إن شاء الله بمبلغ اليوم حتى تستمر توزيع المنحة المليون على كل النازحين. ومن جانبه طالب قائم مقام قضاء خانقين الحكومة المركزية بالإسراع بإكمال إجراءات بناء الوحدات السكنية وتوفير أفضل الخدمات للنازحين، منتقدا تلكؤ الحكومة في هذا الجانب. نحن كإدارة خانقين اللي قدرنا عليه سويناها، بس اليوم حبينا يعني التقينا ويا أستاذ سلمت اللجنة من أجل يعني تجميع القوى أو تضافر الجهود من أجل يعني خدمة النازحين بشكل أفضل وتجاوز الروتين، ونتمنى الحكومة المركزية يعني يتابع الوضع بصورة يعني أكثر جدية، وأتمنى أن يستقر الوضع في المدن ديالة وباقية المدن العراقية ويرجعون المواطنين إلى بيوتهم، لأن يعني حالة النزوح أو حالة يعني ترك البيوت يعني واتجاه العيش تحت الخيام في هذا الفصل الصيف كلش يعني صعب، وأتمنى خير والاستقرار للعراق. هذا ويذكر أن أكثر من 10,000 أسرة نزحت من مختلف مناطق العراق باتجاه مدينة خانقين ناشدة الأمن والاستقرار وهربا من اعتداءات داعش الإرهابية. ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين. الدكتور